والسلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة. ومن دبي الله يسعدها ويجعلها دار دائما وأبدا. والجوال بدأ يعلق بعد التحديث الجديد الله يستر. أكبر تجمع راح يكون تقريبا للبورشة في يمكن في الشرق الأوسط، أكيد في عشاق آخرين اللي هم المكلرن يكونوا موجودين وموستينج، ولكن الحدث الأكبر اللي هو البورشة. ولما تكون في تجمع زي كذا راح تعرف الفرق في سيارات البورشة بين سيارات الـSUVs وبين الريل 911. فحنا نشوف هنا أول ريل بورشة، هذا الريل بورشة سيارات السبورت الصغيرة. هنا جزء بسيط جي تي 4 كيمن جي تي اس سبايدر ما شاء الله، وانت ماشي راح نشوف هناك 997 ما شاء الله. شوف هنا جي تي اس بعد، شوف في 997 تيربو. مكان تايكن، فتقريبا حاجزين، لا والله المفروض ان السيارات هذه كلها بورش، بس اشوف في هناك جلادييتر لا يكون داخله بورش يمكن ولا شيء، ولكن المفروض ان الباركينج هذا كله حق سيارات البورش، ولكن لا يمنع ان نشوف الجلادييتر. وهنا تبرز فكره الواسطه. ما علينا، دبي عشق أبدي والرياض قادمة ما شاء الله. هذه كانت ولادة البورشة، مهندسنا بورشة سوى السيارة هذه له شخصيا من الفي دبليو البيتل. قال أنا ودي بسيارة تكون نفس البيتل، مكينة وراء وصغيرة، حجمها صغير وخفيفة، مكينة صغيرة، وبعدين تكون رياضية شوي لي أنا. ما كان يفكر إنه ينتج كسيارة يعني تكون للإنتاج، وسبحان الله كانت بداية الانطلاقة الـ 911. حجم السيارة بدون مبالغة ولا شيء، يعني الكفر والتير والجنب والرينج أكبر من شكل السيارة، ولكن فيها بساطة رهيبة، وبنفس الوقت فيها كمية إبداع ما شاء الله. ممكن نشوف هنا في تشابه كبير مع البيتل، هذه أول 911، ذيك اللي قبل شيء كانت 356، لكن هذه الـ 911 واللي كانت في البداية 901. بعدين يوم جتهم البيجو ورفع عليهم قضية فبدل الزيرو بون بسبب بسيط جدا، إن كان عندهم أوردي طابعين رقم 1 و9، فقالوا ينخليها 9 نخليها 1، ورست في الأخير على قولتهم على 1. نشوف إن في مراية الجهة اليمين فقط، ومن داخل نشوف إن في الخمس عددات اللي تعودنا عليها في 911، واللي بدأت تختفي شوي مع الديجيتال ديسبلاي. محرك وراء 6 سلندر بوكسر 130 حصان. وهذه الـ 911 العام 88، وذكرنا بالتويوتا الجراندي عام 88 كانوا شايلين الكراسي الخلفية، وصارت القزازة الجامعة الأمامية شوف شلون صايرة كيرفد، خففين وزن بشكل كبير، وغطوا لك الفراغ اللي مكان وراء السيت بالطريقة هذه. احنا نتكلم عام 88، وعندك محرك في الخلف 3.2 فلات 6 تقريبا 235 حصان، طبعا اوزان خفيفة تعطيك سرعات يعني خرافية. يعني شوف السرعة القصوى 245، صفر من 0 ل 100 في 6.1 سكند، الوزن 1200، وزن ما عاد صرنا نشوفه في الايام هذه. هذه البريك الجنوط اللي اشهر جنوط الجات، هذه ال
959 اللي كانت رد البورشة في الثمانينات على الاف 40 من فراري، تعتبر سوبر كار. يعني اتكلم على فلات 6 تيربو تقريبا 515 حصان، اكثر مكان تعبت فيه البورش في المنطقة هذه. نشوف انه حتى معنا سوبر كار بس المرايا الخلفية اللي على اليمين ما فيه. كراسي عادية لداخل وليست باكت سيتس. شوف التانك من وين هناك. سرعة قصوى 339، وزنها 350، وهذا موديل 87. ندخل في عصر التسعينات مع 993 اللي كانت آخر المحركات أو آخر البورشة اللي تحمل محرك يكون اير كولد أو تبريد هوائي. نشوف ما شاء الله الجناح الخلفي كان أكثر شيء يميز السيارة هذه. لون على الطبيعة خرافي. نشوف فتح التانك البنزين صغيرة جدا. طبعا هذه السيارات كلها من ميوزيوم حق بورشة. الإضاءة الكلاسيك، شوف شغل الإبداع، بساطة وخفة وأداء خرافي. نفس اللون الداخلي يكون خارجي. وهذه أول تارجا عام 1970. اللي بيشوف تفاصيل السيارات هذه ممكن يشوفها عنده في اليوتيوب. وسبب هذا أنظمة اللي صارت في أمريكا في ذيك الفترة إنه لازم تكون الكشف، لازم يكون في عندك شيء يحمي الركاب الداخليين والركاب اللي داخل السيارة. نشوف القزازة والجامة الخلفية ضخمة جدا، أكبر من اللي قدام طبعا. نشوف أيام زمان، طبعا هذا لا زالت تطلبها أمريكا إلى الآن، لازم يكون عندك صدام زي كذا في كل السيارات. فهذه البورشة أيام السبعينات. شوف التصميم. هذه ما هي من بورشة ميوزيوم، هذه من أشهر السيارات اللي مملوكة في الخليج. قد تكون من ميوزيوم، ممكن حقة أشخاص مثلا. نقطة ولكن جميلة. نفس الشيء نشوف هنا الجي تي اللي أجمل وأخطر سوبر كار صنعتها بورشة من وجهة نظري المتواضعة. شوف عندك هذه بالنسبة لي من أجمل سيارات الـ 911. هذه كلها أيقونات بس هذيك الأشكال الجديدة. هنا نشوف الأشكال القديمة وفي بعض الليمتد إديشنز. هاي تقريبا صنعت منها البورشة الآن تقريبا 500 سيارة مبنية على الـ 911 الجديدة. المقصد هذه شكل جديد. هنا من وجهة نظري البورشة انتقلت من الـ 993 إلى الـ 996 من اللي قدامي الآن، وجابت العيد في التصميم الأمامي. ما أدري وش كانوا يفكرون فيه ذيك الأيام. بعدين غيروا الوضع في الـ 997، خلوها تكون الإضاءة الأمامية تكون دوائر Air Cooled Water Cooled، تبريد هوائي تبريد مائي ورديترات واللازم منه، لأن السيارة صارت كبيرة جدا أكبر من الشكل الأول. هذه طبعا سيارات ملاك، وهذه نفس الشيء. نشوف هنا يعني سيارات البورشة أكثر شيء يميزها أن حجمها صغير عكس اللي موجودة حاليا اللي تشوف أحجامها وأشكالها كبيرة جدا. يعني هذه الجديدة جي تي 3 تورينج، هذه الـ 918، ولكن انسوا الـ 918. تخيل انه يكون عندك اربع جي تيز
شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا من وجهة نظري ولا فيهم لون صاحي، كلها أنوانها ألوان سيارات عادية. هنا أبدعت البورشة في المحرك، في التصميم، فعلا طلعت لك ما هو بسوبر كار، طلعت لك هايبر كار. هذه شكلها نفس شكل سنتر لك، ويجيك واحد من حقين سلاحف النينجا ويقول شفت الموتر هذا؟ شفته والله يا هوم موتر. بعدين يقول لك تدرون كم ضريبتها؟ انا ما الومه، الوم الشركات اللي تستضيف العالم هذه. هنا نشوف الجراج، هنا راح يكون عرض السيارات اللي راح تجي من الجهه هذه كنوع من عرض الازياء، والسيارات قاعد تتجهز عشان يطلعونها قدامكم. من هنا عارضات ازياء، ولكن اعتقد ان الالمان ما يصنعوا سيارات جميلات زي عارضات الازياء الايطاليات. يعني هنا كميه خرافيه، ولكن انا قاعد اشوف عضلات اكثر من اني اشوف جمال. فاللي بيبحث من وجهه نظري عن التصميم الجميل الخرافي، الكلمه اللي ما ودي اقولها عشان ما حد يفهم غلط، يروح عند الايطاليين اللي فعلا تحس ان لعابك يسيل. 928 ان شاء الله بالاخير. هناك التايب، تكلمت في حلقه من حلقات عن سياره الجي تي اس او ال 924 وال 928 اللي هي الثلاث سيارات هذه من انجح سيارات البورشة، ولكن للاسف ان البورشة قتلتها في فتره كرايسيس على البورشة، كادت الشركة تفلس، وللأسف إن وقفوها مع أنها تعتبر يعني من جميلات سيارات البورشة. ومن هالسيارة بالتحديد يمكن تم إطلاق المسمى اللي هو الجي تي اس. رجعت البورشة المسمى هذا الجي تي اس في 2009 على الكيين، ورجعت لنا بعدها في 911 والكيمن. فكان مسمى الجي تي اس اول ما اطلق كان اطلق على هالجميلات، ونشوف الاضاءة الامامية ايام زمان اللي تنزل وترتفع. وهذه من بعض السيارات اللي خلنا نقول اللي تكون افكار ممكن تشتر عليها البورشة فيما بعد، او بعض الاحيان كنوع من انواع ابراز العضلات، ترى احنا نقدر نسوي تصاميم خرافية ونجس نبض الجمهور اذا كان يعجبهم الشكل او ما يعجبهم الشكل. فممكن نشوف الداخليه، بس مجرد تصميم ثلاث الابعاد. حتى الخلفيه بتكون مثل ما انتم شايفين. فاحيانا يكون في جنون في التصميم، بس مجرد على قولتهم مجرد ابراز العضلات. فممكن نشوف التصميم هذا فيما بعد في بعض أجزاء سيارات الـ 911 أو أي سيارة من سيارات البورشة، وممكن ما نشوفها. هذه واحدة من السيارات اللي تكون مبنية ككونسبت، ومبنية على أساس أنها تكون 919 بس للطريق. قد تكون، ولا تأخذونها مني، هذه مجرد سواليف، قد تكون هذه السوبر كار اللي ممكن نشوفها تكون بديلة الـ 918. والله أعلم. ونشوف من الزاوية هذه صح تشبه ال 919، وفيها من الكونسيج شبه كبير جدا. طبعا ما هي سيارة حقيقية، هذه يسمونها الكلي أو الكونسيبت أو لما تقول بروتوتايب مثل ما يقولون. ونشوف هناك الملامح البورشة هذه، واسم البورشة يكون موجود هنا. عندك الشغل داع. طبعا في سيارات كثير لم ترى النور، وهذا جزء منها تستفيد منها السيارات الشركات في رؤية المستقبل. هذه فيجن تكون هناك سيارة كسفاري، هذا الليمان برضه نشوف خلط بين سيارتين، هذه
نشوف هذه 917 906 904 918 RS اللي ما شفناها. هذا فان بورشة مكان كوبي الى انك تشوف ليش الفيجن توريزمو اللي تشبه 911 او ال 718 الكيمن والبوكستر ولكن باربع ابواب. صراحه انها جميله. هذه كلها سيارات عملاء جايه من دول الخليج او من الريجن بشكل عام، وطب واختار ما شاء الله تبارك الله. في اللي يستعرض الكاش، وفي اللي يستعرض التارجا، وفي اللي يستعرض الاكزوز، وفي اللي يستعرض التعديلات. وهم جايين في كثير من الايفنتس بتكون هنا اليوم وبكره، ويمكن تشوفون الكثير اليوم من سلاحف النينجا معزومين على حساب الشركة. ويعطيكم العافية.